وطبعا هيبقوا ان شاء الله، يمكن حاله النهارده هتبقى مهمه جدا، لان بنتكلم في مراحل مهمه بالنسبه للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، مباراه الهلال السوداني ان شاء الله يوم السبت المقبل. لكن في نفس الوقت عندنا حدث مهم جدا حصل خلال الساعات القليله الماضيه، فوز المنتخب الاولمبي وتاهله للتصفيات النهائيه، وكمان فوز المنتخب الاول وتصدره للمجموعه، وعلى بعد نقطه واحده من التاهل الى كاس الامم الافريقيه في كوت ديفوار يناير 2024. فيبدو ان الكره المصريه على مستوى المنتخبات هتبدا تكون على الطريق الصحيح، ولكن لسه في شغل كتير جدا. ولكن في العموم يا احمد، هي بتدينا بس مؤشر في البدايه ان الامور رايحه في سكه كويسه، وان شاء الله الاهلي يكلل بقى كل الامور دي بالنجاح والتاهل بقى للدور التالي. احنا متعودين ان رمضان شهر الخير ان شاء الله، هو رمضان جايب الخير كله بصراحه، سواء اولمبي او سواء منتخب مصر الحقيقه، اللي زي ما انت قلت يبدو انه على الطريق الصحيح، وخصوصا انه الكلام مش رد فعل على بس مكسب النهارده، ولا حتى مكسب المباراه اللي فاتت، ولا حتى على مستوى النتائج والتاهل اللي اصبح قاب قوسين او ادنى زي ما بيقولوا بالنسبه لمنتخب مصر، لكن كمان يبدو انه شخصيه المنتخب بدات تتشكل. يعني الكوره اللي بيقدمها المنتخب مع فيتوريا سواء في الماتشات الرسميه او الوديه اللي لعبها معاه، ابتدينا نحس ان منتخب مصر اصبح ليه شكل، اصبح ليه هويه، اصبح ليه هيبه. يعني صحيح. شفنا ده في ماتشات طبعا مع كامل الاحترام والتقدير لمنتخب ملاوي مش هو المقياس، ما نقدرش نقول ان احنا وصلنا اللي احنا عايزينه او انه النتيجه عظيمه جدا، لانه في النهايه منتخب ملاوي يعني منتخب مش من المنتخبات العيار التقيل. لكن اللي عايز اقوله انه فيتوريا مدرب صاحب بصمه، وارقام المنتخب معاه في ودي او رسمي بتقول انه الراجل ده ممكن يحمل بارقه امل لجماهير الكره المصريه والمنتخب المصري ان شاء الله باذن الله في القريب باذن الله. على فكره يا احمد، في نقطه مهمه جدا برضو، الناس النهارده وهي بتتكلم على منتخب مصر وفوزه على ملاوي باربعه اهداف مقابل لا شيء، انت بتلعب منتخب ليس من المنتخبات المصنفه في القاره الافريقيه، لكن ملاوي في اخر نسخه لكاس الامم في الكاميرون عملت نتائج كويسه. الحاجة الثانية، فيتوريا مش هنقيمه على مباراة ملاوي، ولكن كسب بلجيكا في الكويت قبل كأس العالم، عمل مباراة كبيرة على بلجيكا وكسب 2-1. فبالتالي الفكرة في حد ذاتها ان في بصمة، ان في شكل، ان في خطة بدأت تتنفذ على أرض الواقع لأربع سنين جاية. المهم وده الأهم ان الراجل يشتغل وياخد المساحة بتاعته ويحضر للفترة اللي جاية. عندنا أجندة في شهر 6 فيها مباراة واحدة رسمية مع غينيا، هتتلعب غالبا مش في كوناكري، مش في البلد نفسها، ممكن تتلعب في مدينه اخرى، لكن في مباراه ثانيه ممكن تتلعب في الاجنده الدوليه، ممكن تبقى لقاء ودي، بس مهم جدا نلعبها عشان التصنيف، ومهم جدا كمان المنتخب يشوف مستواه مع منتخبات ومدارس اخرى زي المغرب ما بتعمل دلوقتي، بتلعب تصفيات، ما بتلعبش تصفيات. انت شفت المغرب والبرازيل؟ ما هي بقى الفكره في كده، البرازيل يعني والنهارده كبير كمان. النهارده المغرب الحقيقه يعني حتى بعد العروض ممكن ناس كتير جدا كانت تتوقع انه الشكل اللي ظهرت بيه المغرب في كاس العالم هو يعني محض صدفه او توفيق في بطوله مجمعه، لكن مش ده المستوى الطبيعي او المستوى الحقيقي اللي ممكن تكمل عليه المغرب. لكن الحقيقه اللي شفناه في المغرب قدام البرازيل يخلينا نغير على منتخبنا غيره كويسه، غيره ان احنا قادرين كمان. يا مصر مش قليله يا جماعه، مصر بتاريخها وامكانياتها وعظمتها ومواهبها وكوادرها في كل المجالات قادره جدا 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 تكون في نفس المكانه وافضل كمان، لكن الكلام ده محتاج شغل كتير، الكلام ده محتاج خطط، ومحتاج نبتدي من القاعده من تحت، لانه اغلب مشاكلنا اللي موجوده النهارده على مستوى انديه او على مستوى منتخبات بتتكلم من القواعد، بتتكلم من الناشئين. بس على كل الاحوال يعني مش عايز ادخل في تفاصيل كتيره، لكن الحمد لله طمنا بعد بدايه متعثره، خلينا نقول يا محمد في تصفيات افريقيا، وكنا الحقيقه خايفين وحاطين ايدينا على قلبنا انه في النهايه انت بتتكلم على مجموعه يعني متواضعه، يعني خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، غينيا، اثيوبيا، ملاوي، ما هياش المجموعه اللي تعمل فيها حسابات منتخب مصر هيتاهل ولا لا، دي قصه المفروض تبقى محسومه بدايه. لكن في جميع الاحوال احنا فرحانين جدا بشكل المنتخب مع فيتوريا، فرحانين جدا بتاهل المنتخب الاولمبي لاولمبياد افريقيا، ولسه المشوار طويل بالنسبه للاولمبي، لانه انت عارف بطوله افريقيا اللي هتستضيفها المغرب يا محمد ان شاء الله دي بوابه العبور لاولمبياد باريس، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا باذن الله.